كيفكم ان شاء الله بخير. فيديو اليوم حيكون برضو من الكرتونة دي. طبعا انا هسه قبل شيء صورت تحدي الاندومي الحار، اذا ما شفتوا هقول لكم الرابط صندوق الوصف، وحنجرب حاجات كورية غريبة. ما تنسوا لايك سبسكرايب، واذا انت ما مشترك اشترك اعمل لايك، وما طول عليكم اكثر من كده، ويلا نشوف الفيديو. طبعا هنا عندنا شيبس نكهه جمبري ولا ما اعرف شنو، ما اعرف اسمه شنو، مهم. وعندنا واحد ثاني لونه اخضر، ما اعرف الله يستر من طعمه. وعندنا واحد ثاني بالعسل. طبعا انا كنت دايره اعمل الفيديو كتجربه للحلويات، بس ما لقيت حلويات كثيره، لقيت بس دي. ولقيت شيبسيات ثلاثه، واحد بالجمبري ما اعرف حار ولا وضعه كيف، واحد لونه اخضر، والثاني بنكهه العسل. الله يستر. ثاني ما في شيء، في ثاني اندومي حار. وفي اخر شيء اللي هو ده الكاب الكوري، ما اعرف اقوله شنو بالكوري، مرحبا قولوا شنو بالكوري. انيام، ما اعرف انا نطقتها صح ولا غلط، مش شفتها في النت وقالوا انيام، والله ما متاكده اذا نطقتها صح ولا غلط. نبدا باول حاجه، طبعا عارفه حتقولوا لي كاب وحجاب كيف، بس انه الفيديو كوري يعني حاجات الفيديو كلها كورية. اخري حلوية، نجي للشيبس الثاني. هاي قوي الشيبس الاخضر، ريحته ما بتبشر بالخير. جينا للشيبس اللي بنكهه العسل، صوت عجيب. ذاك ما حلو، احسن الاول الحار ذاك. اوه قوي، انا ما مع الحاجات اللي بالعسل دي، ما بحبها. الطعم ما ظهر عشان بسبب الشيبس اللي قبل شوي ده. ما حلو، ما حلو. انا فكرت الاكلات الكوريه حتكون حلوه، بس جا دور التحلايه، دور التحليه. ليه ما له لون كده؟ زي الورق. تو جادين ما حلو يا رنا، ورق ده بس. وريتها لو حلوه طبعا. قاعد اصور، قاعد اصور. تعال تعال بين عادي. اوه ماي جاد، اكياس بس لا ريحه لا طعم لا اي حاجه. قلت يمكن تكون ارحم من الشيبسيات شويه صراحه. الحاجات اللي عندي دي بالنسبه للحاجات الكوريه ما سمحه، يعني يمكن ارحم من واحد
ده اللي هو الجمبري الحار الشديد ده، الأقل حار. أما ده طعمه ما عارفه كيف. أما دي قصة تانية، دي بكتنا. شوفوا الفيديو هخليكم الرابط في صندوق الوصف، روحوا شوفوه. ودي قصة تانية. ما حلوة كيس بس. بس ده كان فيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم. ما تنسى لايك سبسكرايب شير وانشروا الفيديو في كل مكان. والسؤال ده تحديدا هيكون لعشاق الفرق الكورية او عشاق كوريا. هقول لكم حاجتين. اول حاجة اكتبوا لي في الكومنتات اذا حابين انه يعني اسوي فيديوهات كورية زي دي كده، يعني ليها علاقة بكوريا وردات فعل على فرق كورية وحاجات زي دي. ده الشيء الاول. الشيء الثاني اكتبوا لنا في الكومنتات كلمات كورية كده ومعناها بالعربي. وبس يلا باي.